بعد ما اطمنت عنك وعن الوطن بدي اطمن على امك واخواتك. طمن يا ابي كلهم تمام، امي واخواتي وانا كلنا تمام من قبل اياديكم الطاهره يا ابي. بس فرحتي ما بتكمل حتى اشوفكم. شوفنا؟ شلون يا شلون بدك تشوفنا؟ طيب لنا السكره يا ابي. تجي لعندي على الجنه. تجي لعندك على الجنه؟ ليش حدا بيضرب شنطه على الارض وبيجي لجنتكم؟ شو بيعدكم انتو؟ سواقي انهار. ايه. انهار دمام. ايه. نروش خضراء. ايه. ارواح طاهره. ايه نحن من العسل عنا 100 نوع. من الجبنة عنا 200 نوع، عندكم لا باشكيري انتو؟ لا. وعنا موس، عندكم موس صومالي؟ لا. عندكم تلفزيون ملون؟ كمان لا. شو بدي عبد الله لعبد الله؟ خلاصته يعني مو ناقصكم شيء. لا الله وكيلك مو ناقصنا شيء. الله وكيلك يا ابي مو ناقصنا الا شوية كرامة بس. كل شيء خبرتني عنه كذب؟ كله خرط بخرط. لما احكي خافي تك علي بتكسي حبيتها يابا ملاك بتدي الحزن جابه لك بعد ما تغير لي هذا الشي خلاك تحسي انه قلبي حبك مثل طيب ليش خلينا نسكر شوي الماضي لما كان قلبك على مشرابي لما كنت حلمي لنادي اندهنا اتعذب كله على الفاضي شافوني اصحابي ساكت هادي اروحي هذا مظلوم وبده اوفر عم بشوي احكي عم بقول بس الحقيقه السطور احوي حبيك لما بتحبني ايه ورب بتكرهني ليش صار هيك مو معقول حبك قلبي يعني عود كل دقيقه وعلى طول لدمي صار يفوت